17 من فبراير من عام 1989، ألقى جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم خطبة صلاة الجمعة في جامع السلطان قابوس بنزوة، والتي أكد فيها على أهمية العمل وفضله. وكان جلالته قد ألقى قبلها ب9 سنوات أيضا خطبة الجمعة من على نفس المنبر عند افتتاح الجامع في 15 من نوفمبر عام 1980. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فلا ينبغي للمؤمن الصادق في إيمانه أن يضعف نفسه ليتكفف الناس ويتعفف عن العمل، بل عليه المبادرة والاعتماد على النفس والسعي في طلب الرزق واتخاذ العمل كالعبادة.